عظم الله لكم الأجر مشاهدينا الأحبة في كل مكان، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامج واحد من الناس اللي عودناكم دائما نطلع عليكم بهذا الوقت الصباحي. ونحن الآن في ذكرى عاشوراء وذكرى محرم الحرام، هذه المناسبة وهذه الشعيرة التي طالما تحدثنا بها وتكلمنا ووضعنا النقاط على الحروف وتحدثنا بكل جرأة بهذه المناسبة شنو اللي صار وشنو اللي دار، وهذه بصراحة مناسبة مهمة على جميع من هم أحرار، مناسبة مهمة على من هم أحرار في هذا الكون. والإمام الحسين عليه السلام ضحى مو فقط للشيعة ولا ضحى لمجموعة من الناس، لا، ضحى لكل العالم، ورسالته أصبحت واضحة المعالم وواضحة المعطيات. فبالتالي في هذا اليوم وفي هذه الذكرى لابد الإشارة إلى عدة نقاط، واحدة منهن أنه علمنا الحسين عليه السلام كيف نكون أحرار، وعلمنا الإمام الحسين عليه السلام كيف نكون منصفين، وعلمنا الإمام الحسين عليه السلام كيف نتحدث بالحق، ونتحدث بالحق طالما هناك نفس يتحدث بالحق. هذه الذكرى مو بصراحة ذكرى عابرة أبدا، كل سنة وكل عام تتجدد وتتجدد الآلام بها وتتجدد الذكريات بها. وبصراحة الحديث والله ما أعرف شلون أبدي به وشلون أنتهي به، يعني بصراحة لأنه هذا الواقع اللي نعيشه الآن في بعض الأحيان نقول إحنا سبب اللي جاي يصير، اللي يمر بينا الآن هو إحنا سبب واحد أو جزء من هذه المشكلة اللي إحنا نمر بها. الإمام الحسين عليه السلام مدرسة ومنهج وفكر خالد لغاية اليوم. أسأل واحد يرجع إلى مسألة التاريخ يقول لك وين أكثر من ألف مر ألف سنة والذكرى متجددة، آلاف السنوات والذكرى متجددة وتكبر بإرادة المؤمنين وتكبر بإرادة من هم أحرار في هذا الكون. بعض الأحيان يقولون والله فقط للشيعة، لا أبدا أبدا. خلال هذه الفترة راح نشوف المواكب الحسينية اللي تنصب في الشوارع وفي الأماكن العامة وفي الأزقة وفي كل مكان، تلقى بيها الصابئي عند موكب، وتلقى بيها المسيحي عند موكب، وتلقى بيها الصب عند موكب، وتلقى كل الأديان وكل الأطياف في هذه المناسبة هم متكاتفين. الإمام الحسين عليه السلام رسالة إلى العالم، كيف نكون أو كيف تكون إنسان عندما يكون أكو فعلا طاعة، وعندما يكون أكو فد رسالة عظيمة هي تبدأ بمنهج الإمام علي عليه السلام وأولاده وأصحابه، ومن ضمنهم فاجعة وذكرى الإمام الحسين عليه السلام في هذه الأيام المباركة. اليوم احنا في الكاظمية، واحدة من المناطق المهمة، واحدة من المناطق اللي إلها خصوصية سواء في هذه المناسبة أو مناسبات أخرى. الكاظمية إلها فد يعني خصوصية في الجانب الديني، إلها خصوصية في جانب هذه الأيام محرم الحرام، إلها فد خصوصية في جانب المناسبات الأخرى اللي تصير في العراق، إلها خصوصية واضحة. والدليل وجودنا اليوم في هذه المنطقة ووجودنا في واحدة من أهم الأسواق القريبة للعتبة الكاظمية المقدسة،
ووجودنا اليوم في باب الدروازة، سوق باب الدروازة اللي معروف على مستوى مو فقط مستوى الكاظمية، لا على مستوى العراق معروف أنه إذا تجي تزور الكاظمية لازم تمر بهذا السوق. بس واحد يتساءل يقول محرم وانت بالسوق؟ أي، لأنه أكو ارتباط بهذه المسألة اللي راح نتحدث بها. المسألة وجودنا هو أيضا ينطي صورة واقعية وصورة حية عن اللي جاي يصير بهذا السوق. هذه المناسبة أكو بعض الناس يقول لك والله هو هذا باب رزقي، يعني باب رزقي وهذه المناسبات نحسب لها حساب وعدنا عدنا تكون بها فترة عمل، وهذا جيد. يعني هذا من 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 جانب الشرع، هذا حق شرعي يعني لواحد انه يسترزق على خبزته بالطريقه اللي تليق به وبالطريقه اللي يشوفها مناسبه في هذه المنطقه وغير غير مناطق. يعني عاشور دائما يكون ب او محرم بشكل عام يكون ب طقوس، وتعتبر هذه الطقوس من 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 ضمنها هو لبس السواد او السواد موجود او الحزن يخيم على هذه المناطق وعلى هذه الناس. البعض الاخر يقول والله هو موسم واحنا نبيع قدر المستطاع، من لانه اولا الناس تزور هذه المنطقه فتتبضع من تشتري من السواد وتشتري الملابس وتشتري الامور الاخرى اللي هي خاصه بهذه المناسبه. قد يكون واحد والله ياخذ مواد مثلا مواد غذائيه من هذه المناطق، او قريبه راح تكون مواكب حسينيه في منطقه الكاظميه، واحنا زرناها وشفناها في سنوات سابقه. يعني مو الحكي الان اللي اسولف فيه مو حكي جديد، هذا سولفنا به سابقا هوايه وزرناهم وشاهدنا اللي جاي يصير بالكاظميه شنو. على الرغم من ارتفاع درجات الحراره، على الرغم من الوضع الاقتصادي اللي يمر به مواطننا الكريم، لكن تشوف تحس انه اكو امل في هذه الحياه والحياه مستمره. عموما باب الدروازه، سوق باب الدروازه اللي هو اقرب نقطه عن باب الكاظميه او عفوا باب العتبه الكاظميه، وبصراحه هو يعتبر ايضا واحد من الاسواق المهمه اللي تحسب حساب المحرم وتحسب حساب الى هذا لهذه المناسبه. واغلب الاخوه اللي موجودين بس قد يكون يقول لك والله حركه مو مثل ما كنا نتصورها، مو مثل ما كنا قبل نتصور الحركه التجاريه والاقتصاديه والمردود، لكن هي هذه مناسبه والناس تحسب حساب لهذا الموسم. السلام عليكم عمي. حبيبي عموم، شلونك حبيبي؟ غاتي انا والله جوركم وجورنا. الله يبارك فيك ويحفظك. غاتي عم الصحه والعافيه. اشكرك، رحم الله والديك. شلون امورك؟ الحمد لله والشكر. قلنا باب الدروازه، ما والله باب الدروازه. اي والله لك ذكريات الطيب هذا المنور. الله يبارك فيك. اي والله غاتي عيونك. شلون عافيتك؟ الحمد لله والشكر. شلون المناسبه وشلون السوق؟ محسبين له لو ما محسبين له؟ موسم موسم والله السوق تعبان، الناس ما تطلع، الجو حار، وتدري انت الامور المعاشيه قليله، اقتصاديه اقتصاديه تدري. ايه هاي تاثر على سوق الكاظميه. واحد الكاظميه ملح ما ينطب، كان ملح. انا صار لي 40 سنه بالسوق ما شاء الله. اي والله 40 سنه بالسوق. كنت اروح للشورجه 4 مرات 3 مرات ارجع. اي اول اي اولا السيطرات هوايه والناس اللي بعيد واسواق كثرت بالمناطق، كل من يمه سوق، كل من يمه سوق يجي. الكاظميه صار اختناق عليها هوايه، اختناق هوايه صار عليها. السياره تذبك بعيده، ساحه عدن مسدوده، ايوه، ومن البوابه مسدوده، وكل هالعالم فاهم. هذا بس اللي يجي يزور اليومين السبت والجمعه يشتري حاجه ويروح. يعني مو مثل ما كنتوا قبل. بين كنا صلاتنا نصليها بالاربع العصر الجمعه والسبت، هذا كنا نصلي. زين ابو من عمي؟ ملا محمد، ابو احمد حبيب. ابو حمودي عيون. 40 سنه
الله يعطيك الصحة والعافية، 40 سنة وأنت في هذه المصلحة، عرفتها من 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 الألف للياء. شلون لعن؟ حفظتها. خبير بها. لا والله. والله العظيم. كنتم محسبين هذا حساب؟ لا والله. كنت في يوم من الأيام والله تقعد تقول والله سوق. من الله كنا نحصل. هالشكل يعني وصل؟ حتى التعيين بطلنا من عبنا، هسه يتمنى هاي الرعاية جون الله شاهد، قلت له أنا ما مستحق، خير من الله عندي. جزاك الله خير. الله شاهد ورسوله. قلت له ما أريد رعاية. قال لي خليني اسوي لك اياها للمستقبل، قلت له لا ما اريد، الله شاهد ورسوله على كلام. اي قلت له ما اقمن، ما محتاج خير من الله. فعلا في وقتها اقول له خير من الله، ملحق ملحق خير من الله. والله يبارك فيك. هذه كانت السوادات، جيب جيب جيب، هسه هم ماكو. سمو اليوم اليوم ماكو، هسه استفتاح ما مستفتح. اي هاي كاظميه باع، انت كلها قدامك والله وداعتك انت هاي العالم. ابو حمود الحبيب عيوني جدا ممتع، اشكرك والله العائله. انت طيب حمودي، اشكرك يبارك فيك، اشكرك حبيبي الحبيب ابو حمود، بارك الله فيك يا طيب حبيبي حبيبي. على حكايه ابو احمد يعني كانت الناس، السلام عليكم الناس، او حتى احنا من يعني كنا في وقت والله العظيم من تجي تجيب مثلا تريد تزور تقول ما اقدر اطب هذا السوق، انا اذا اطب هذا السوق ابتلى على عمري، لانه شو يوصلني يعني البوابه؟ شو يوصلني وادخل وازور؟ لا لانه حركه اقتصاد قويه جدا ومهمه ومؤثره. الان احنا حال السوق الان حال اي سوق اخر يعني ما كانت كنا نحسب للرمزية والخصوصية اللي تخص يعني الكاظمية، من تقول الكاظمية يعني أنت في منطقة سياحية، في منطقة دينية مهمة، في منطقة الآن أنت في موسم، يعني في بداية موسم، الموسم دائما يكون حسابه مختلف، يعني حسابه يكون الجماعة يحضرون قبل شهرين من المسواق مالتهم والترتيب مالتهم والحاجة الزينة والحاجة النص ونص، وكلها لازم تتوفر في هذه المنطقة، لأنه هذه منطقة سياحية ودينية في نفس الوقت وبيها خصوصية لمحرم. أبو أحمد قال السوادات قبل تريد تشتري أسود في هذه الأجواء محرم، تجي للكاظمية تشتري السواد. هسه يا أخوان هذه الكاظمية، أنا جاي نتمشى والأخوة أيضا يباوعون يسمعون كلامنا، يعني هم مو بعيدين، وتحس إنه أكو فتور. يعني الله يساعدهم شباب، شلونكم؟ عظم الله جوركم، شلونكم حبيبي؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله زينين، شلون الأمور؟ والله الحمد لله مرتاح إن شاء الله. والله تمام نعمة، الله يكون خير وإن شاء الله وبعونكم ويوفقكم ويعطيكم رزق الحلال. الحمد لله وأشكر. دعوة حلوة اللي فرح معي والديك. شو تسوي؟ دعوه وماكو غير شيء. شلون امورك؟ والله الحمد لله زين. شلون وضعك السوق؟ والله تمام على وضعيتنا. ماشي الحال. الحمد لله. كاظميه لها خصوصيه بالسوادات ومحرم. محرم اختصاص محرم 5 يونيو. تشوف اكو مقارنه بين الموسم اللي راح وهذا الموسم؟ لو نفس الشيء تقريبا. والله هي نفس الشيء. نفس البيعات. سواء نفس البيعات، نفس المشتريات، نفس الوضعيات. كذلك الاسود يبقى الاسود يعني مناسبة المحرم الحرام. اي ونضل عليه حطيتنا الحمد لله وشكر. ارتفاع بالسوق لانه موسم لو ما له علاقه؟ والله شويه الدولار عندنا يقولون يرتفع وينزل يرتفع وينزل. والله اسامع اخبار يعني من ما اعرف يعني الدولارات، بس يعني اسمع هنا سواقك عراقي لو هم دولار يتقسم. دولار اكو عراقي. اي والله. سوادات منين يجينا؟ والله من باب الشرجة أكثرية. الأصل. أصل. مثلاً حاجة صينية، حاجة سورية، حاجة. والله. إيراني. أبو تشمبر يجيب. أنا ما أعرف إيه والله. يعني مسواقك ما تعرف. أي والله. أنا عامل أنا. زين. إيش قصالك؟ والله صار لي شلون أقول لك؟ سنة سنتين. لا والله. أكثر. أي والله. صحة وعافية. الله يحفظك. خريج. يعني خريج والله. خريج شنو؟ خريج. ما حد تقني قسم كهرباء يعني ما حد دبلوم شهاده. الله يحفظك حم الله يديك. مشكورين يا ان شاء الله بخير. حم الله يديك تسلم. الله يرزقكم جميعا.
رحم الله والديك يوم لك الله يحفظكم يا رب. الله يديمك يا طيب وردة حبيبي. يعني تحديدا في قضية محرم أن تشوف الحالة اللي الآن موجودة أمامكم وهي حركة خلي نقول طبيعية، تعال على الأخوة السوادات. السلام عليكم، شلونكم حبيبي؟ شو أخبارك حب؟ إن شاء الله زين. انسحب شلونك؟ الحمد لله. أجوركم أجورك يبارك بيكم الله يحفظك. شلون أمورك؟ غالي الله يسلمك. السواد هي اللي الآن موسمها أي وأيامها صحيح. شلون أوضح سوقكم؟ والله زين الحمد لله. يعني أقبالك وحركة بيع ومشترى؟ الحمد لله. سوقكم يتحرك دائما العصريات؟ اي المغربية من تغيب الشمس. اكثر شيء جو حار وما تجي العالم لو الدنيا حارة يعني قليل. الان الصبحية ما تحسب؟ لا لا قليل يجون على بس مجرد نفتح يعني. اي ايش قد صار لك هنا بالمصلحة؟ تقريبا يعني صار سنة. اي تشوف السوق الان المنطقة الكاظمية مختلفة، تسلم أبو حمودي عادي، الكاظمية مختلفة عن بعض المناطق لأنه لها خصوصية والمحرم لها خصوصية. يعني الناس إذا تريد تشتري سواد تجي الكاظمية تشتري تسوي. هذه بعدها موجودة لو صارت هواي أسواق وهواي محلات صارت هواي محلات يعني ما تجي. اي مو بس يعني بالكاظمية خصوصا صارت يعني مناطق هواي بيها. زين الله يحفظك. بيحكم نفسه الاسعار نفسها تلفت؟ لا نفسها نفس. اي والله دولار لو عراقي؟ لا عراقي. عراقي موفق ان شاء الله. الله يحفظك. ورده حبيبي بالسلامه. بالسلامه. هذه طبعا هذه الصور طبعا الحركه التجاريه تقريبا تكون موجوده في منطقة تقريبا في كل المناطق يعني في الأسواق عامة تكون هي بعد العصر يعني حتى الناس شوية تطلع وتشوف الحركة التجارية اللي موجودة وبعدين الوضع العام أيضا ممكن يعني يفتح باب أمام الناس خصوصا في وقت العصريات. يعني عصريات يكون اكو فيها السلام عليكم حبيبي يكون بها نوعا ما من العمل يعني وهذا هو طبعا يدل على ان وجود الحركه التجاريه في وقت محدد يمكن يقلل من وضع الناس. السلام عليكم شلونك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. شلون امورك؟ حبيبي الله يحفظك. الله يحفظك يبارك فيك ويبارك بهالشيب المبارك ويحفظكم حبيبي. حبيبي شلون الصحة؟ الله يحفظك حبيبي. شلون باب الرزق؟ خير من الله. الله يديم الخير. الحمد لله ويزيده يا رب. الحمد لله ويزيده بالحلال. الحمد لله. الحمد لله دايم. وي انا حبيبي شو ما مهتم الظاهر للثلج تسوي مثلا اي حبيبي ويا الوقت يعني العصريات شلون اسوقكم؟ لا الحمد لله عصريات يمكن افضل. الحمد لله اي لان شوي واحد قال عصريات اي لان الجو حار في العالم تطلع العصر احسن. اي حراره عاليه هم يمكن بس ابو المحافظات اذا يغبش يجي. اي محافظات مكان بعيد يجي الصبحيه. اي حبيبي القريب يجي العصريات. اي طبعا تعرف انت وضعيه الجو الحار. اي ابو من عمي ابو عباس. ابو عباس حبيبي. عباس شلونه؟ الحمد لله اشتغل قاعد متخرج والله لا خريج وقاعد يعني ماكو ايه والله الحمد لله ماكو ما شغله وظيفه ماكو والله يعني تعرف انت يعني وضعيه التعيين شويه صعوبه. صعبة يعني صعبه صعبه وهم صارت ما توكل خبز هم ديش الاول يعني. فعلا 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 حبيبي الحمد لله ابو عباس. انتم شلونكم اموركم يعني؟ احنا من نشوفكم ابو عباس انتم بخير الحمد لله نفسيا نطمئن. احنا نترجاكم نقل الحقيقة على وضعية هاي الناس التعبانة زين. اي والله فهالشباب الله الله يعني وبعدين هاي شفت الجو حار والمعيشة شوية صعبة. المعيشة صارت تتطلب. اي تتطلب. المعيشة صارت مو سهلة يعني الناس صارت كلها تشتري حياتك كلها مشترى. اي مشترى. يصير ضغط. بالضبط. الحمد لله على كل احنا.
الله يحفظك حبيبي. صحة والعافية. الله والديك. بارك فيك وبرزقك. أشكرك يا قناة. منا من القدامة الإخوان هنا بالمحلات. هذا قدامة. واحد اللي قدام شوية هذا حج فوزي. زين. هذا الدربونة شو اسمه؟ هذه سوق القماش هاي باب الدروازة. أي معروف. أي تعرف متفرع يعني. أي هاي. هذا فرع القماش، اكو فرع الحمام، اكو فرع من كمال الكنجلي. اي مناطق يعني قديما. اي قديما اكثر من 50 سنة. زين. واحنا هم امورنا يعني، وانا خريج علوم جيولوجي. اي بس زمان زمان. اي تروى وزارة النفط. والله ما عملت عتب يعني موجوده، بقيت اطلع التعيين بالبصره. تعرف زمن ذاك النظام. اي فاعتبروني يعني انه اني مستقيل. اللي بعد المسافه والظرف كان تعرف الرواتب معيشه. اي هسه قدمت مرتين ثلاثه ما استجاب. كان يعني بزك العمر ويقول لك تفاصيل بها هوايه. اي والله اي عمر فعلا يقول هسه احنا الجيل هسه الحديث اللي قاعد هسه واللي يعطون شهادات بعد اعلى من عند الماجستير والدكتوراه وانت شفتهم بالمظاهرات وهذا. اي الحمد لله على كل حال. الحمد لله. الله يبارك فيك عمي. خلي اشوف الاخوه. انتم يا قناه. احنا قناه زاغروس. اهلا وسهلا. وبارك الله فيك. حبيبي. الله يديم. ياخذ المي مالك. انا اكمل وارجع اشرب المي. زين. حبيب عباس. يا طيب بارك الله فيك. خلي اشوف الاخوه يعني اهل يعني سوق القماش مثل ما قال. السلام عليكم حبيبي. شلون اخوي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. شلون امورك؟ مرتاح ان شاء الله. اسمي كريم. محمد رضا العام. حمودي حبيبي شلون؟ عيوني. شلون شغلك هنا بالسوق؟ والله بخير الحمد لله. زين؟ الحمد لله وشو؟ ماشي شلون وياكم؟ الحمد لله. موسم شلون هسه؟ خير وبركة. الله يزيد إن شاء الله ويبارك. عيوني. مش قصالك هنا بالسوق؟ أنا قديم؟ قديم. الظاهر قديم. قديم. يعني مبين. السوق مثل الأولي لو اختلف لو لو أشياء نفس جديدة انضافت؟ نفس الشيء. نفس الشيء. نفس الشيء. بيع ومشترى شلون؟ نفس الشيء. هسه جاهز هم احتياجي الحمد لله وشو. الحمد لله جيد. هسه موسم السوادات. ايه حاسبين لها؟ لا الحمد لله خير وبركة. حاسبين حسابكم خير وبركة. طب ايش قد ترتبون وضعكم للموسم؟ احنا سنة 12 شهر نشتغل بالاسود يعني عادي. ايه يعني متجدد لو؟ ايه لا عادي احتياجي. حمودي مدرسة لو بدون؟ لا الحمد لله وشو ماكو. صحة وعافية. يعزك الله خال عزيز تاج الراس حمودي. الله يرزقك يا حبيبي. وردة وردة حبيبي. خلينا نشوف الاخوان يعني او خلينا نشوف الحج. السلام عليكم. شلونك عمي؟ شو اخبارك؟ عظم الله جوركم يبارك بي. الله يحفظك ويحفظك. الله والديك. والله هذه لو مو تحضنها هي حارة. اي حارة. الحمد لله عليك. شلون اموركم؟ والله الحمد لله. شو اخبارك؟ خير الحمد لله. اليوم قلنا خلنا نتفق ونروح للكاظمية. اولا سوق باب الدروازة واحد من الاسواق المهمة. أيه الله يديمك. وثانيا انه موسم ومحرم. نعم. يعني الى خصوصية. نعم. المنطقة الى خصوصية. فلذلك سيرنا عليكم اليوم. حياك الله. كل الهلا بك. الله يحفظك. البركة يحفظكم. الله نعمك. كل الهلا بكم. شلون الموسم وياك؟ والله الحمد لله ماشي الحال. ماشي الحال ولو الجو حار بس الحمد لله ماشي الحال. الظاهر سوقكم يعني حسب هسه الاخوان يقولون عصريات شويه افضل. اي العصريات مو الصبح ما يطلعون عن تعرف حاره موظفين. زين. اي بس العصر شويه من تنزل الشمس شويه الجو يبرد يطلعون يبقون لليل. يبقى مستمر السوق؟ اي هم الى وقت يعني يعني للعشره للدعش. اه. باب الدروازه؟ اي للعشره يعني ورا بعد ما اي لين الصبح ما كثرت العالم تطلع العصريات. الصبح ما حد ما يطلع تعرف موظف دوام كذا. بس اللي يمكن الناس اللي بعيدين عن الكاظمي او المحافظات يمكن الصبح يجي. بالضبط بالضبط. يمر بسوق. بالضبط. القريب لا يجي العصر. المناطق دار بغداد يجي العصريات. بالضبط. المناطق دار مدار الكاظميه العصريات. بس محافظات تلقي يجي لا نص صباحيات. قبل الناس تجي منشآت وريمات وكوسترات وكيات تاهو يوقن شارجر تحسن هذا الوضع. زين هسه بعد الناس يعني تجي مثلا شو يسمونهم
حملة؟ اي حملة تجي؟ على طول والله على طول حملات تجي العالم. هذه الايام مباركه ولها خصوصيه طبعا، راح تكون بها حملات وتجي ناس وهي مواكب وخير من الله ان شاء الله. اي الحمد لله والشكر. ايش صار لك؟ انا سيد ارشد ابو جنى. ابو جنى الله يحفظك. الله يحفظكم ان شاء الله سيدي. سلمك اغاتي يبارك فيك يحفظكم الله. قديم انت هنا؟ قديم تقريبا انا كان محلي جول تقريبا صار 15 سنه تقريبا بال 15 اكثر. اي يعني صار يعني تقريبا بال2000 زين اي شيء من ال2000 صار بال24 سنه. 24 سنه اي تقريبا. الشيب هذا منه السوق؟ لا احنا عندنا مراته. صحة وعافية. الله يسلمك. يبارك فيك. كل الهلا بكم. انا سعيد بشوفتك. على راسي زارتنا البركة. الله انه يحفظكم ويبارك في رزقكم. الله على والديك زارتنا البركة. ويجعل هذه الايام المباركة عليكم ان شاء الله بالخير والعافية. الجميع ان شاء الله. كل الهلا بك زارتنا البركة. سيدنا الحبيب. بعد من القدامة هنا موجود؟ سيد حامد الجليل. هم قديم؟ هذا الاخ الواقف؟ قديم. ها ها جيد. قدامة؟ جزاك الله خير سيدنا، سيدنا الحبيب. ذا يشترن الحجيات، خليهم براحتهم. لكن انا كفت قضية ذكرها ابو السيد ذكرها بشكل موجز. انه هاي السنوات الأخيرة يمكن فتحت باب على انه موضوع الحملات وموضوع وجود الناس وحركتها ووجود الزائرين وحركتهم بشكل او باخر طبعا. واحنا من نكون يعني بصراحه في سوق مهم مثل ما نشاهد الان، هذا يدل على انه يعني بصراحه واقع النقل الان ونتحدث فيه. السلام عليكم عمو حبيبي. شلونك عمي؟ شو اخبارك؟ شلون الصحة؟ شو أخبارك؟ حياك يا ملك. الله يديمك، أنت الملك عمي. شلونك؟ حياك يا ملك. الله يبارك فيك، شو أخبارك؟ تفضل. الله الحمد لله على كل حال. شلون الأمور؟ والله الأمور تعبانة. صحة وعافية. تعبانة. صحة وعافية ويبارك بيك ويبارك بالرزق يا رب، وخبزة الحلال إن شاء الله عمي. ها حجينا. الله يساعدك عليهم. ها احنا هم نتمنى لك الصحة والعافية عمي، ونتمنى لك البركة وباب الرزق الحلال زين، وان شاء الله بيك البركة ان شاء الله وشيبتك المباركة وبالجميع ان شاء الله، وبيك بيك وبشبابك الله يحفظك ويخليك. الله يبارك فيك. وليداتك الله يحفظهم. عمهم. عمهم الله يحفظكم جميعا عمو حبيبي. يبارك فيك عمي وبصحتك. الله يديمك. بارك الله بك عمي حبيبي. قناة زاغروس هسه ابو احمد راح ينطيك. السلام عليكم عمي. شلونك عمي؟ شو اخبارك؟ صحة وعافية. صحة وعافية. شلونك؟ انا بخير اذا انتم بخير وسالمين. عظم الله جوركم. الله يعطيك العافية. الله يبارك بيك ويسلمك. الله الله يخليك. الله يبارك بيك والله يعطيكم الصحة والعافية. الله يستر عليكم. تعودتونا الكبارية دائما تقولون للشباب اهم شيء الصحة والعافية. وداعتك البشر بدون صحته في الاسم يسوى. سبحان الله. وداعتك البشر من يكبر يوصل مرحلة. طيب. إذا يموت هواية أشرف له. لين ينذل. حتى العائلة ما تتحمل صح. إيه ينذل ينذل. ينذل استعدنا. صحة وعافية. الله يخليك. مبارك بيكم. مبارك برزقكم والمبارك إن شاء الله. أنطيكم أنطيكم ماي أنطيكم ماي. نكمل ونشرب لنا مي يمك ان شاء الله ونمر على الاخوان. واحنا هاي جيتنا بصراحه، اولا الكاظميه لها فت خصوصيه مهمه، مكان سياحي ديني مهم بالنسبه لبغداد وللعالم. واحنا نفرح من نشوف اكو فت حركه سياحيه موجوده، نفرح اللي يجينا من بعيد اللي يجينا من قريب، هم الناس مصالحها تستمر وشغلها يستمر، وهم تنطفت صورة وانطباع عن هي حلوة. حلوة صحيح حلوة. لا هو أكو زوار هنا، أكو زوار بس أنا أقول لك قليلين بكربلاء كثرتهم. بس هذا يعني المنطقة هم يعني اللي حملة دار هم يجيب طار الكاظمية لازم إيه بزيارته يجيب
ممشى حسب ملقاش حسب معلوماتي يودوهم الكربلاء 5 ايام زين ويجيبوهم لهنا يوم واحد اما يومين. هذا تاثر شوي اليوم واليومين اذا الزوار مستمرين يعني على السوق؟ أيه. طبعا يعوم اشتري طبعا تاثر العمل ترى اكثريته على الزوار على الرجل الغريبه يصير صح. هنا انا ضعيف هنا إيه ابن المنطقه يعني صار عنده اكتفاء ممكن او هم المحال التجاريه اللي هوايه صارت يمه وكل زقاق وكل فرع تلقى له كم ابن عمي باوعاني هذا ذاك المحل مالي اي ذاك المحل مالتي اخذته بالثمانينات قديم بالثمانينات ايام زمان قبل ما يصير السقوط هاي الساحه مال البالات سوق البالات تندلها مو الساحة مال بالات هاي كانوا يسموها ساحة التاكسيات إذا سامع زين سامع بساحة التاكسيات سامع بيها بس ما عبالي هاي ساحة التاكسيات مال باب الدروازة هذه زين بعهد صدام زين ساحة التاكسيات هنا كان فد 3-4 نمتر من لاحق هسه ماكو عمل هاي تتباوع استاذنا تتباوع التخوب صح ماكو عمل ترى والانقس من عندها الانقس من عندها يوميه جايين مشيتين عليك يوميه ضريبه بلديه يوميه ضريبه دخل يوميه ضريبه مدري شنو يوميه جاي بوسطه شكل هلس تسليب اي تسليب تسليب ما تسولفون وياهم لو ما عندكم الجرأه تسولفون لو ما عندكم ما عندنا هو من يخوف اليوم شنو اليوم ردت الفعل؟ اليوم اريد ردة الفعل ترى اليوم ما عندك واحد يخوف عندك علم بيها لو لا عندي علم ما عندك واحد يخوف لا احنا هم ضلنا هم مشت بدمنا منين تخاف؟ ماكو واحد لا تقول لي تخافون تحجون وياهم؟ السوق كله يحجي وياهم ويطردوهم بالحق؟ بالحق اي بالحق يوميا جايين يوميا جايين قبل 10 سنوات 15 سنة أهون من الآن كعمل وكوضع لا تقريبا نفس الشيء ابن عمي من وراء السقوط لحد الآن الأعمال كلها تبهدلت كلها ايش قلت لك أنا هذا محلي 4 مترون وما ملحقين وروح ابويا يوميا ثلاث مرات اللي مدخلاني ما شاء الله ساحة التاكسيات هنا والسيارات هنا والزوار ما شاء الله هسه قل لي منين يجيك المشتري منا سيطرة منا سيطرة منا تشمبر منا هسه انت خبدة تباوع حجينا باوع انت باوع قوم باوع صوف الحبيب عمي وانتم هم المصلحه انضربت هذا المستورد ب 5000 وب 7000 رحم الله على امك انا اشتري من رحم الله على امك وابوك ومحلاتهم صارت هوايه يا اهل يجي قام يفتح محل من بيته بمنطقته قبل كان اكو نظام شيء ترتيب مرتب شيء مرتب اقول لك الله وكيلك أنا عندي ابن أختي يشتغل وياي هنا أنا ماكو يجون مشتري ومرات أقعد أقول له إلا يجي الصغير يلا يمتير تعبت أنا ما أقدر لا يا أبي هيك السوق إي أنا هسا عاية من الصبح لهسا من الصبح لهسا الله وكيلك بس بيعة واحدة بايع بيعة واحدة بايع وشوية لخي نروح نتغدى بيها ورزق ان شاء الله مستمر ولا بد انه يجي يوم والامور تتحسن وتتعدل وكل واحد ياخذ نصيبه في هذه الحياه وهاي شغله الكهرباء ايش مسوين بينا هاي مصيبه هاي بلوى كل الامور تتعدل الا مصيبه الكهرباء وحق هذه الايام المباركه زين وعاشور يطلع مسؤول بالكهرباء لو بالدوله يوجه نداء لمن يوجه نداء لاهل المولدات يوجه نداء لاهل المولدات كذا ونعاقب اللي يسوي فلان انا من يمي اقول لهم صلحوها انتوا الكهرباء من يمكم اي مو هاي مسؤوليه يذبون على الصفحه
هيا قناة ملف. الله خير عمي، احنا قناة زاقروس الفضائية وطيل كارت لابو احمد. اليوم اليوم ابقوا يمنا تغدوا يمي. دايم ها؟ دايم عمي. جزاك الله خير. ويبارك فيك. شو تريد؟ ايش عندك اسئلة؟ مبارك هذا الشيب المبارك ان شاء الله. ايش عندك اسئلة؟ ويحفظك، والله ما عدنا اسئلة بس نريد نشوفكم بالله الكريم. زين؟ جزاك الله خير عمي. الله وكيلك بشرفك صوره للسوق صوره والله وجهت مشي صوره وبثه جايت مشي بي والله قول لهم هاي اهل الكاظميه ويركضون وراهم الضريبه قبل الناس من تريد تجي الكاظميه تشبع عظيم بالدرب يلا نشوفك ان شاء الله بخير عمي الله يبارك فيك ويسلمك الله يديمك دايم عمي هسه نكمل ونجي نشرب يمك ماي هذه يعني لا عمي ما الغدا طويله لا هذه هذه يعني رده الفعل للناس يعني بصراحه هسه واحد يحكي مالت الله يعني انطي مجال على يحكي مالت الله يعني هذه هذا اللي جاي يصير يعني شوف ردة الفعل للناس لا تتصورون في يوم من الايام انه الناس ترحمكم حتى في حديث يعني ما ترحمكم لانه وصلتوا او وصلتوهم الى مرحله والى مستوى صعب جدا فلذلك انه يشوفهم يسولفون بكل جرأة يعني واحنا بصراحه وجودنا اليوم هو هذه الكلمات اللي تسمعوها هذه الكلمات اللي تسمعوها يا اخوان ترى مو سهله مو سهله مو سهله من يقول لك الضريبه هيك مو سهله من يقول لك البلديه هيك ترى مو سهله اللي صاحب مهنه وصاحب مصلحه يحافظ على مصلحته بكل الطرق يعني لذلك انه واحد من يمس باب الرزق لا هنا الامور تختلف يعني تتغير الوضع يعني بصراحه شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ شلون الامور؟ منو ما حسون؟ حسين عمار حسن نجي شلونك؟ الحمد لله بخير اخبارك؟ الحمد لله هم مشروع الفيس طبعا شلونك؟ الحمد لله بخير اخبارك؟ الحمد لله ان شاء الله زين الحمد لله بخير صارت مواقع التواصل الاجتماعي فرصه حتى تبيع اي طبعا مو؟ اي لان المحافظات هذا مو بالمحافظات المحافظات اكو ناس مثلا هو المصدر بالكاظمية يقول لك انا ما اقدر اجي زين فالتوصيل انه هو اسهل علي اي يرجعني تتعرض له على الفيس ويشتري من عندك زين وتوصيل هاي فادتكم شويه طبعا حركه سوق حركه السوق آه. اي لان حركه كلش قويه بها طبعا زين هسه احنا واقعا يعني هسه احنا نفتر بالسوق ونشوف الصبح هذا دائما السوق هالشكل لا مو حسب بس اكو اوقات الزياره تصير ناس اكثر هسه اليوم اوقات محسبت واربعاء اليوم محرم اي بس اوقات الزياره تكون يعني شلون اقول لك ناس اكثر بالزياره تقول المحافظات يجون يزورون يجون للسوق زين اي هذا موسم الان هسه موسم محرم طبعا اسود مطلوب اكثر من الالوان سواد سوادات ماشي لو تحسه طبيعي ما بي ذيك يعني مو رزق بيد ربك اول شيء هاي ثاني شيء انه هو الاسود مرغوب هسه اكثر شيء بمحرم يمشي زين اي ما تخاف عليه اكثر من الالوان لا يمشي اكثر من الالوان بمحرم اي مرات واحد يقول والله اسواق هوايه ومحله هوايه ويصير هالمنافسه اي شورجة تنافس طبعا الابي المنافسه جيده بكل مكان يعني موجوده بكل مكان المنافسه طرق المنافسه شلون؟ اكو واحد اسعار اي النظافه واحد على الاباقه والسوالف وعلى الاخذه بالكلام طبعا طبعا اذا تعرفون يعني تعرفون متربين احنا هنا هيك الحبيب سعيد بشوفك اهلا وسهلا اهلا وسهلا موفق ان شاء الله انا اكثر رحم الله والديك تسلم رحم الله والديك الله يديمك الحجه هم معروف الحجه عمار حجه عمار حجه عمار عامر الذهب مال الله شلون وياكم والله ورده مال الله كبير مال السوق وين حكيت عليك السلام عليكم شلونك حبيبي حسين اذا امكن فد خدمه صغيره منكم الله يديمك وشوف دوله جايين بلديه وبدا يسدون السوق يوميه هاي يوميه البارحه سدوه اربع قفاله شنو سالفتهم؟ هسه تسولفون وياهم هسه انا حكوا لي عنهم، احنا السولفون وياهم تقولوا لهم يابا انتم جايين بكتب رسميه مثلا لو بكيفكم لو شنو الموضوع عندكم فد سيستم ونظام لو غمض فتح لانهم بالباب ما الله تطلعني عليها طالعين احنا تريد تسولف كيف تريد ما ذاك السوق اخطيه هم ذاك السوق البلديه يلا هاي 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 وصلت هذه يعني الناس تخاف على باب رزقها وتخاف على مصالحها من جانب يقول لك والله انا اخاف ما اقدر اسولف وجاي يشوف يعني يذبونه براس المقدم فانا اتحملها يعني
اتحملها بمبدا القانون والانصاف، يعني حتى ما نكون مظلومين ظالمين الى جهه ودون اخرى. الان اللي نسولف فيه شنو؟ هسه احنا في جيتنا اكثر من موضوع انطرح لموضوع البلديه على سبيل المثال وشهاده المهنه او ممارسه المهنه، هذه كلها تعكر مزاج باب الرزق بصراحه. هو باب الرزق موجود بس، لكن من تشوف هذه الامور والقضايا تطلع قدامك ويسولفون بها، حتى واحد ردت فعله هاي الكهرباء تطفى وتشتغل، ابو البلديه واقف لك بالباب حاط قفاله، يعني فد امور يعني بصراحه غير منصفه بصراحه. في بلد في خيرات، في هذه الايام المباركه المفروض شويه واحد يا اخوان يعني ليش وقت هذا الظلم يعني؟ والله احنا تعبنا نفسي من هذا الموضوع، مرات والله ما ودي اسولف فيه لانه تعب نفسي وجهد نفسي، وللاسف للاسف 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 يعني احنا نتاسف من نشوف الوضع هذا بهذه الصوره، نتاسف لانه المساله وصلت الى الخبزه اللقمه، نتاسف بدل ما يكون دعم للقطاع الخاص. احنا ممرات والله خاف نحكي وتلومون من باب السيد رئيس الوزراء المحترم محمد الشياع السوداني يقول نشجع القطاع الخاص، نشجع الناس اللي تشتغل بالقطاع الخاص، تجي للواقع تشوفه أظلم مصخم، تجي للواقع تلقاه مصخم، تلقى الكهرباء مشكلتها مشكلة وعويصة، تلقى محال تجارية يتم مساومتها، تلقى أبو البلدية لازم قفالته وقاعد، تلقى أشكال والوان. هسا احنا من جانب خلينا نكون منصفين يا أخوان، احنا من نسولف فيه السوالف ذن ترى مو بكيفنا نسولفهم، هذني يصيرن قدامنا يوميا ومو غريبة. هسا موجودين الجماعة البلدية ولا غيرهم مو غريبة، لأنه احنا شايفينها ومر علينا هواية وسولفنا بها هواية، لكن انطيني الحل. المعالجة وين؟ المعالجة للقطاع الخاص وين؟ القطاع الخاص يسد بابه أحسن ويروح يدور رعاية ويدور تعيين ويطلع تظاهرات، لو باب رزقه موجود ومفتحه وقاعد به ومخلص وقته ومكرس وقته والعمله والشغله، ياله أحسن، ياله أحسن يعني. القطاع الخاص إذا ما يكون دعم إلى مستمر، يكون دعم إلى مستمر حقيقي، مو دعم سوالف وتصفيط، لا التصفيط ملينا منه، صار لنا 20 سنة 30 سنة نسمع التصفيط، ما وصلنا لمرحلة بعد ما عدنا ما نستقبل يعني، التصفيط ما نستقبله. أكو مناشدة هم أسان ذكرتها على باب الموضوع باب القطاع الخاص، أكو واحد صاحب مطعم في وسط بغداد في الكرادة زين، قال أنا مشغل 200 عامل إلى 300 عامل في المطعم، مطعم ما شاء الله بي بركة وخير وماشي وساد احتياجاته زين. أبو المطعم قطعوا الكهرباء عنه، قالوا له جيب إجراءات كهرباء، وجاب الرجال إجراءات مال الكهرباء ووضعها وموافقات وهذا، قالوا له لا شلون أنت تجيب هاي المحولات هاي ما محترف فيها، يابا محترف فيها، عندكم انتم تكريم لهذه الشركه اللي وزاره. لذلك اللي انا اطرحها امام السيد رئيس الوزراء وامام السيد وزير الكهرباء المحترم، يعني هذا القطاع الخاص لازم يكون له اهتمام. ابو المطعم قال والله راح اعزله زين، احسن ما ادفع مولد وكهرباء عليهم، انا مشغل 200 عامل 300 عامل اعزله واقول لهم روحوا دوروا تعيين. هذا القطاع الخاص معاناته ومشاكل لا تنتهي بصراحة. عموما شلونك الحبيب؟ هذه الصور وهذه اللقطات اللي تلاحظوها طبعا داخل سوق مهم، سوق حيوي، سوق كبير جدا بقضية
الملابس وطريقه الاقمشه، ويعني سوق يعني سوق على باب يعني على على مستوى سوق الاقمشه يعني معروف، فلذلك انه تكون بهذه الصوره بهذا الوضع العام. السلام عليكم، شلونكم حبيبي؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين، شلون امورك؟ مرتاح ان شاء الله؟ شلون وضعك؟ عظم الله اجوركم. اجور الجميع رحم الله الجميع. عافيه ان شاء الله. يعافيك الله. الله يبارك فيك ويسلمك الله. شلون وضعكم؟ شلون اموركم؟ خل تسمح لي اجي يمك والله. شلونك؟ والله بخير الحمد لله. شلون القطاع الخاص ووضعك؟ والله خير وبركه. ان شاء الله دائما وابدا. رحم الله الجميع. كيف اذا انتم تشتغلون وباب رزقكم ماشي. رحم الله الجميع. افرح. يحفظك الله. الله يديمك. يصل لك هنا بالمنطقه. صرنا هوايه. الشغله يعني مستمرة من ابونا مستمره، لو هم يعني وصلتوا القناعه ممكن تنقلب الحاجه تصير لا زينه. والله زين. هو المتعلم على التفصال وهاي ما يغيره الا باس، والهاي متعلم زين. شنو وضعكم؟ والله الخير وبركه. موضوع الكهرباء، الكهرباء تعبانه كلش تعبانه. هذا القطاع الخاص له فد اولويه عند رئيس الوزراء، وسولف فيه الرجال، وسولف فيه امام الدوائر وامام مدراء الدوائر. والله كل شيء دعمه، كل شيء ماكو من رئيس الوزراء دعم له. ضرائب قويه كلش زين، بلديه داير مدايرنا زين. ضربه زين. اوه شو يريدون الاخوه البلديه؟ سلوا اخوان بلديه؟ اي اخوان بلديه. اي 500,000؟ ايش قد صار لك من دفعت اخير دفعه؟ ايش قد؟ مدافع. ايش قد صار لك مدافع؟ مدافع مالت الله العام دفعنا العام. اي هي جبايتها سنويه لو شهريه لو شو؟ سنويه. ثلاث اشهر زين. هو المشكله ماكو انت ما مصرح انه حتى اجي يمك نسولف. انا محترم هذه الخصوصيه يعني. تحس ثقيله عليك؟ اي ثقيله. تحس اجراءاتهم منصفه بحقك لو لا؟ هو اجراء احنا نسولف قدامهم حتى هم لا يزعلون منا. لا هي اجراءاتهم حقيقيه، مو اجراءات مو حقيقيه زين. بس هي هوايه تيجي على السوق، السوق تعبان يعني. هذا السوق ده يشوفه بعيونه هو. هي تقسيم تقسمها على السنه لو على على لا تتقسم على اشهر لو ايش قد بالشهر؟ قصدين لازم لازم يدفع بالسادس. لا المفروض مو من عندهم، المفروض يعني من الحكومه تعفي هيك شغلات القطع يعني مثلا الاقمشه النجار هذين مهن المفروض تدعمها. هسه الموضوع اللي هم يعني بي انه موضوعهم كابسات وتنظيف و 500,000 بالسنه؟ 500,000 300 يعني 500 الحساب مال سنة كاملة يعني 500 إذا تقسم على السنة يومية 1500 تقريبا 300 ها 300 أي 900 دينار يوميا يشيلوا له 100 كابسة 600,000 بس كابسة تطلب من السوق كابسة إيجارها حد دولة إيجارها حد دولة 120,000 يعني الكابسة هسه أجار كابسة أجار ومو ملك دولة هي غير شغلات هذني وصولات رسمية؟ طبعا جيد، وصولات رسمية طاك؟ لا بعد المدافع مدافع بس وصل رسمي. انا القصد انه جهة رسمية اللي تدفع لها جهة رسمية معروفين اي هاي ما دام معروفين بعد اللي لهم الدولة معفين اي خياط النجار الحداد غير هذني مهن ينعفن دعم يعني يصير لهم دعم. مو شغله مثلا نقول تجاريه احنا نجيب شيء جاهز ونبيعه، لا احنا نودي الخياط والخياط يشتغل وبالخياط يشتغل وبالدقام يشتغل. قبل كانت هاي سؤال اخير قبل ما اعرف الاب كان ما اعرف الاب كان يدفع ما اعرف بزمن صدام. جزاك الله خير، تحياتي وسلامي لك يا حبيبي. نعم مشاهدينا الاحبه في كل مكان، احنا هسه الاخوه احنا بالصدفه ولو كان عندهم او عندي الخصوصيه انه اسولف وياهم لا والله اسولف وياهم، لكن بس خصوصيتهم هم وادارتهم وتفاصيلها هذا بحث اخر. وجودنا في هذه المنطقه
او خلينا نتحدث عن بشكل موجز انه دعم القطاع الخاص هذا يقع على طاوله رئيس الوزراء المحترم، ودوله رئيس الوزراء اكيد يعرف بالقطاع الخاص الجاي يصير به. فهذه دعوه انه هذه الامور تبسيطها، اجراءاتها تكون مبسطه الى تفاصيل اخرى. عموما تقبلوا ودي واحترامي، انا محدثكم احمد الركابي والزملاء اللي رافقوني بهذه الحلقه، المصور علي فلاح ومساعد المصور مصطفى صادق، وانا في الاعداد والتقديم احمد الركابي. اشوفكم خير وسلامه، الى اللقاء.